بهذه التوقيعات والتتويج الرسمي لرؤساء الأحزاب الثلاثة الحركة الثورية التجديدية للديمقراطية الشاملة في تشاد للدكتور أحمد عبد الرحمن إسماعيل والدكتور عثمان الفال رئيس حزب الوفاق الوطني التشادي والدكتور خليل علي عثمان رئيس حزب المناضلين من أجل الوحدة والتنمية، فقد أعلن رسميا اندماج وانضمام هذه الأحزاب إلى الحركة الوطنية للإنقاذ بكل هياكلها ومناضليها. وبهذه المناسبة فقد تحدث رئيس اللجنة المنظمة المستشار علي عبد الله الذي رحب بالمنضمين إلى صفوف الحركة الوطنية للإنقاذ باعتبارها الوعاء الجامع لكل الأطياف السياسية. كما تناول ناصية الحديث منسق هذه العملية المستشار الدكتور حسين مسار حسين اللاعب الأساسي في عملية الانضمام بعد الحوار الجاد بين هذه الأطراف المعنية. وهذا دليل واضح وملموس لما تشهده الساحة الوطنية من تحولات كبيرة في ظل الجمهورية الرابعة التي أرسى دعيمها رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ. المنضمين من جهتهم الواحد تلو الآخر عبروا عن جزيل امتنانهم للرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية الذي مد يد السلام والحوار لكل أبناء الوطن للعمل سويا لأجل مصلحة البلاد. وختم المناسبة الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بقوله: إن رؤساء هذه الأحزاب الثلاثة اعتبارا من هذا التاريخ هم مناضلون وأعضاء في حزب الحركة الوطنية للإنقاذ ويتمتعون بكامل العضوية دون ممارسة أنشطة سياسية أخرى باسم أحزابهم الماضية. إن حزب المناضلين من أجل الوحدة والتنمية وبعد التشاور مع جميع هياكله المركزية والأساسية والإقليمية والبلدية اتخذ قراره التاريخي في مسيرته السياسية وهو الانضمام إلى الحركة الوطنية للإنقاذ بدون قيد أو شرط. فإن حزب الوفاق الوطني التشادي بعد نضاله الطويل والآن على وادي المحافظة على منتصفة الشعب التشادي وبعد ثلاثة من متأنية وتفكير وتركيز اتخذ قراره المصيري في مسيرته السياسية وهو الانضمام الموضوعي إلى صفوف الحركة الوطنية. صاحب المقام، إن أعضاء الحركة الثورية التجديدية الديمقراطية الشاملة في تشاد نظرا لضرورة المرحلة ومتطلباتها الداعية إلى التعاون والعمل الموحد القوي المثمر والحرص على حفظ المكتسبات التي حققها نضال الشعب التالي منذ أكثر من قرن حتى كل بالنص على أيديكم وتحت قيادتكم عام 90. هذه المناسبة لا تختلف في الشكل أو المضمون عن السابقة إلا في الوزن والثقل السياسي، فهنا مجموعة من الكوادر والمثقفين وبعض المنشقين عن أحزابهم السياسية أعلنوا انضمامهم لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ في حفل بهيج. المنضمين من جهتهم عبروا عن انطباعاتهم وإعجابهم ببرامج الحركة الوطنية للإنقاذ واستراتيجياتها المستقبلية نحو التنمية. من الكوادر أو الأعضاء المؤسسين لحزب الوسط من أجل العدالة والتنمية نعلن انضمامنا رسمياً إلى الحركة الوطنية للإنقاذ بدافع مساهمة في تنمية ونهضة البلاد ومشاركة مسيرة الجمهورية الرابعة. الأمين البلدي لمدينة جمينة هو الآخر قدم جزيل الشكر لكل الذين سهلوا وبذلوا المجهود لتتم هذه المناسبة. MPS أنا في جمينة نشكرهم كثير، جيتوا بالوقت المناسب
وقت الواجب عليكم تيجي فوق وجودكم. يبقى أن نشير بأن كل يوم تزداد القاعدة الشعبية لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو الذي يطمح ببناء تشاد الحديثة التي تتمتع بالديمقراطية والتنمية.